رفع الدعم عن المحروقات لقاء بين نواب التغيير والتشنق أبو حبيب هوكستين أتى بمقترحات جديدة. الموساد يتوعد إيران برد موجع. أهلاً بكم. افتتحت المحروقات طريق الدولرة من دون منازع، ورمى المركزي عبء الدعم عنه فسلطن سعر الصرف في السوق السوداء بعد تراجع تأثير المنصة. ويبقى الطحين والادويه على لائحه الدعم رفع الدعم عن المحروقات امر تابع لرفع السلطه الدعم عن كل جوانب حياه المواطنين وليس الموازنه التي ستطرح في جلسات المجلس النيابي بدءا من الاربعاء الا لابلغ دليل خصوصا وانها خاليه من اي تقديمات اجتماعيه وتحمل اللبنانيين اعباء الانهيار المالي ضريبيا ونقديا الملف الرئاسي يتحرك وسط الجمود الحكومي لاستشراف مرحله الانتقال الى الترشيحات فيما الخبر الجديد في ملف الترسيم قاله وزير الخارجيه معلنا ان هوكستين اتى بمقترحات جديده ولم نصل الى النهايه حتى الان والبدايه من ملف المحروقات الذي رفع الدعم عنه ممثل موزعي اصحاب المحطات فادي ابو شقره تحدث لصوت لبنان عن انعكاسات رفع الدعم اليوم فينا ناكد عبركم انه البنزين صار مثل الديزل اويل، بيتامنوا الدولارات من اصحاب المحطات من الموزعين، مصرف لبنان قام ايده من موضوع دعم البنزين على سعر صاير رفع نحنا بنتمنى من وزارة الطاقة ومديرية العامة للنفط يكون في حماية لأصحاب المحطات لأن هلا خني بدهم يأمنوا دولار بدل مصرف لبنان، يعني المشكلة هلا إن قامت من مصرف لبنان صارت المشكلة موجودة عنا، نحنا شو بدنا نحمل؟ نحن منا دولة، نحن اليوم نتمنى يكون في سقف لسعر الدولار لنقدر نتحمل تقلبات سعر الصرف، نتمنى ما يصير مشاكل، نتمنى ما يطلع الدولار بالنهار طلعة كتير كبيرة لأنه إذا طلع بعض اصحاب المحطات ما راح في يستمروا راح يسكروا بالنهايه المواطن راح يكون عنده مشكله بهذا الموضوع لانه هاي ماده اساسيه نحن مدين ايدنا للحوار مع وزاره الطاقه والمديريه العامه للنفط لنعرف كيف بدنا نتصرف كيف بدنا نستمر بالمستقبل اما نحن نقدر نسعر بالدولار على المحطات بعد ما في قانون لماده البنزين تسعير بالدولار ما في قانون من وزاره الاقتصاد بهذا الموضوع الايام قدامنا وعم بيكون في حوارات لنوصل لنتيجه لمصلحه المواطن بالنهايه الاسعار اللي عم يصدر من الوزاره ما عم بيكون جدول يحمل سعر صرف الدولار على العالي يعني اليوم الدولار 35400 حاطينه بالوزاره 35200 ال200 ليره الفرق بده يحملها صاحب المحطه للاسف هذا الواقع الموجود ماذا يعني رفع الدعم عن المحروقات مالياً واقتصادياً؟ الخبيرة الاقتصادية ليال منصور تحدثت لصوت لبنان رفع الدعم عن المحروقات معناته مصر في المركزي رفع العشره ما بقى قادر بقى يتدخل ولو بنسبه 15% او 10% ليدعم سعر البنزين اللي هو عم بيستورد بالدولار، بمعنى تاني كل شيء عم بيزيد الدولار كل شيء عم بيتدولر، انا بحب اوضح انه الدولره كارثه وزياده الدولره كارثه، وعكس الدولره هي الدولره الشامله اللي هي اسمها الحل، هول شغلتين مختلفين عن بعضهم. فهذا معناته انه عم بيعجز اكثر واكثر مصرف المركزي بتدخل بالسوق ليكمش الدولار وهذا حيخلي طبعا الدولار يرتفع اكثر واكثر وبهذا سجل ارتفاع جديد في أسعار البنزين التي أصبحت على الشكل التالي 95 أكتان 638 ألف ليرة و 98 أكتان 653 ألف ليرة بزيادة 20 ألف ليرة أما المزود فانخفض ألف ليرة وبات سعر الصفيحة 790 ألف ليرة فيما ارتفعت قارورة الغاز ألف ليرة وأصبحت 350 ألف ليرة انطلقت الجولة الأولى من لقاءات نواب قوى التغيير مع مختلف القوى السياسية بهدف لبننة الاستحقاق الرئاسي، وسيعقد نواب التغيير اجتماعا في الصيف مع رئيس الكتائب النائب سامي الجميل بعد قليل، وكان قد عقد نواب قوى التغيير لقاء مع التشناق في مقر الحزب لمناقشة مبادرتهم الرئاسية. ماذا تخفي علامة الاستفهام التي لوح بها رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولايته الدستورية السيناريوهات المقترحة ضمن هذا التقرير في سلسلة رئاسيات ما هي علامة الاستفهام التي قال رئيس الجمهورية إنها تحيط بخطوته التالية وبالقرار الذي سيتخذه في الحادي والثلاثين من الشهر المقبل؟ هناك عدة احتمالات تدور في العقل الدستوري لفريق رئيس الجمهورية سأحاول افتراضها من قبيل التحليل للمعلومات أولا الانطلاق من الفقره ه من مقدمه الدستور التي تنص على ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السياده يمارسها عبر المؤسسات الدستوريه للقول ان حكومه نجيب ميقاتي هي حكومه ساقطه دستوريا لعدم حيازتها ثقه مجلس النواب الجديد ما يجعلها غير دستوريه الا كحكومه تصريف اعمال وبالحدود الضيقه ليس الا ما ينزع عنها صفه إناطت مهام رئيس الجمهوريه بها وكاله لدى خلو المركز. ثانيا الطعن بميثاقيه الحكومه بعد العمل على استقاله الوزراء المسيحيين من حكومه تصريف الاعمال. لكن هنا نكون امام اشكاليتين، الاولى مدى قانونيه استقاله من حكومه مستقيله والثانيه قدره الرئيس على فرض الاستقاله على جميع الوزراء المسيحيين. وتحديدا على الوزراء غير العونيين مثل سعاد الشام وآخرين وببقائهم في الحكومة يفقد عون ورقة الميثاقية التي يعول عليها سندا للفقرة ياء من مقدمة الدستور ثالثا محاولة رئيس الجمهورية اللعب على الفرق اللفظي ومن خلاله الدستوري بين مجلس الوزراء والحكومة بحيث افترض انه يجتهد مستندا الى ان مجلس الوزراء هو الذي يتولى مهام رئيس الجمهورية في حال الشغور سندا للمادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء والتسمية ذاتها اعتمدت في المادة 65 من الدستور حيث ورد أن السلطة الإجرائية تناط بمجلس الوزراء أما الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور فاعتمدت تسمية حكومة في معرض الدلالة عليها قبل نيلها الثقة وبعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة ولو شاء المشترى أن تتولى حكومة تصريف الأعمال مهام رئيس الجمهورية حال الشغور لكان استخدم تسمية حكومة وليس مجلس الوزراء فالأولى تشكو من قصور دستوري كفقدان الثقة ولا يجوز بالتالي ولايتها صلاحيات رئيس الجمهورية يبقى الشارع الذي قد يخرج للمطالبة ببقاء ميشيل عون في بعبدة لكن نبدأ بشارع وننتهي بشارعين وأكثر وبالنتيجة ميشيل عون يمسي بانتهاء الولاية رئيسا سابقا للجمهورية ويخلي حكما قصر بعبدة ومن حق أنصاره استقباله في الرابي زعيما ومن حق الدستور عليه وداعه في بعبدة رئيسا سابقا للجمهورية بانقضاء الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل في ملف الترسيم سلم المبعوث الامريكي لترسيم الحدود البحريه مسؤولين لبنانيين احداثيات خط العوامات البحريه واصبحت الكره في الملعب اللبناني للرد بعد درس انعكاسات النقاط الجديده على مسار عمليه التفاوض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عرض مع وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب مشاركة لبنان في الدورة السابعة والسبعين للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك الأسبوع المقبل، وبعد اللقاء أوضح أبو حبيب أن هوكستين أتى من دون شك باقتراحات جديدة رافضا الإفصاح عنها، ولفت إلى أن الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائيل لابيد وطلب منه إتمام الاتفاق، كما أفصح عنه الجانب الأمريكي المقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل وإن شاء الله خير ولفت أبو حبيب إلى أن هناك تقدما ولم نصل إلى النهاية حتى الآن نتابع النشرة بعد قليل وفيها أوضاع سجون متأزمة أهلا بكم من جديد أوضاع السجون إلى مزيد من التأزم ووزير الداخلية بسام مولوي يدعو إلى الإسراع في بدء بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات الواقع المزري للسجون في لبنان التي تحوي 6030 نزيلا موزعين على 25 سجنا بينهم 5000 في السجون الثلاثة المركزية بالإضافة إلى 1800 موقوف في 229 نزارة عرضه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في ورشة عمل ضمت سفراء عدد من الدول ومعنيين وطلب الدعم لتطوير منظومة السجون وأماكن الاحتجاز وبناء سجون جديدة وعدد وزير الداخلية الإجراءات الضرورية لاحتواء الأزمة على المستوى التشريعي وللتخفيف من وطأة الاقتزاز تقدمت من السادة النواب باقتراح قانون لتخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر حيث آمل من السادة النواب إقراره في أقرب وقت ممكن كذلك ومع إقرارنا جميعا وتأكيدنا على استقلالية السلطة القضائية. أدعو أمامكم السادة القضاة إلى سرعة البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها، وإلى اجتراح الحلول القضائية، وإلى اجتراح الحلول القضائية، وكذلك أدعو نقابة المحامين إلى إعادة تفعيل غرفة العمليات، التي أنشئت إبان أزمة كورونا لتفعيل إخلاءات السبيل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نزلاء السجون كما نزلاء السجن الكبير ضاعفت المعاناة معاناة النزلاء في سجوننا مضاعفة من جراء الأزمة استضاف إلى الاقتزاز معاناة الطبابة والاستشفاء إضافة إلى الحاجة الملحة لصيانة المباني وآليات السوق والإسعاف وفي ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي تبرز الحاجة إلى تأمين مصادر مستقلة ومستدامة للطاقة تغذي السجون 58% هي نسبة السجناء اللبنانيين و29% من السوريين أما باقي الجنسيات فقرابة 13% واللافت أن نسبة الاقتزاز هي 323% مجدولين عيد صوت لبنان ملف الطعن بمرسوم الاتصالات الى الواجهه، ماذا يقول المحامي جورج خاطر من تحالف متحدون لصوت لبنان القرار 155 حكي عن التخابر الخليوي وضع على تخفيض التعريفه، اما المرسوم الاخير فما حكي عن الخليوي، حكي عن الهاتف الارضي ورفع التكلفه، فمجلس شورى الدوله لما يقول انه المرسوم الاخير موضوع الطعن هو مرسوم تنظيمي وما بينطبق عليه وقف التنفيذ هذا الشيء غير صحيح لأن المرسوم التنظيمي لازم ينظم القرار 155 أما بحالتنا فالمرسوم بتجاوز القرار بخالفه وهو حتى بخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية بموضوع الاتصالات وموضوع حق المستهلك وحقوق الإنسان فتحول بهذا الشكل مجلس شورى الدولة كانه مقدم بوليس التامين للسارقين لحمايتهم من المحاسبه، وعم بيلعب على عنصر الوقت للتمييع والمماطله بهدف اخضاع الناس، وهيدا امر ما بيجوز وبيضرب هيئه القضاء ودوره الاساسي، وبغطي بشكل فاضح وبتواطؤ الجنات والمرتكبين والفاسدين والمعتدين على اموال الناس، وتقدمنا بطلب رجوع عن قرار عدم وقف التنفيذ، وانتهت مهلة جواب الدوله من دون ما تجاوب يوم الخميس الماضي، ونحن بانتظار قرار رئيس الشورى القاضي فاضي الياس اللي عم ينظر بالملف، وما في اي حجه لعدم وقف التنفيذ. مش إن هيك يقتضي المواجهة لأنه حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا صار بخطر ومثل أي ملف نحن بدنا نخلق أرضية وجبهة واحدة من هون سمينا مودعون ومحامون متحدون لأنه هون في اشتراك بالمأسات والأمور رايحة للمواجهة مع اثارة الرأي العام من هون لازم استهداف القضاة بشكل أساسي وفتحهم ونحن بانتظار قرار الرئيس فادي الياس كشفت شعبة المعلومات شبكه تهريب تقوم بنقل الطحين المدعوم من محافظه الشمال الى بعلبك وتبيعه في السوق السوداء وتمكنت من توقيف شخصين الاول في محله القبه والثاني في محله التبينه اعترفا بانهما من بين افراد هذه الشبكه وسبق لهما ان نفذا 16 عمليه نقل حوالي 300 طن من الطحين المدعوم إلى منطقة بعلبك وتم بيعها في السوق السوداء نتابع نشر بعد قليل وفيها تطوير طائرة مسيرة إيرانية لضرب حيفا وتل أبيب أكدت طهران أنها لم تتلق أي طلب لتأجيل المفاوضات النووية إلى ما بعد انتخابات الكونغرس الأمريكي وأبدت الخارجية الإيرانية الاستعداد لمواصلة التعاون البناء مع وكالة الطاقة الذرية ولكن عليها ألا تخضع لضغوط إسرائيل وقالت توقعنا من الأطراف الأخرى مواقف بناءة كمواقفنا بدل التحرك في مسارات غير إيجابية واعتبرت أن البيان الثلاثي الأوروبي خطوة غير مدروسة وتمت في توقيت غير مناسب وأعلن قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيموراس حيدري أن إيران طورت طائرة مسيرة مصممة لضرب تل أبيب وحيفا بحسب ما نقلت وكالة مهر نيوز ويأتي الكشف عن طائرة أراش 2 القادرة على ضرب العمق الإسرائيلي بعدما كان الجيش الإيراني دشن قاعدة مسيرات عسكرية تحت الأرض منعا لاستهدافها في هذا الوقت اعتبر رئيس الموساد الاسرائيلي ان الاتفاق النووي لن يمنح ايران ومسؤوليها الحصانه ضد عمليات الموساد ولن يمنعها من المضي ببرنامجها على المدى الطويل وقال اذا استهدفت ايران اسرائيليين فان ردنا سيكون موجعا وداخل ايران هل تفتح قنوات الحوار مجددا بين اوكرانيا وروسيا؟ حتى اليوم تعطلت لغة الكلام المباشر بين البلدين. ولكن عبر وسائل الإعلام برز في الساعات الماضية تأكيد أوكراني على لسان الرئيس فولوديمير زيلنسكي من أن لا تفاوض مع الروس الآن وبالتالي هو لا يرى أي استعداد لديهم للتعامل بإيجابية مشددا على أن روسيا تريد حرمان الناس من الكهرباء والتدفئة ومحملا إياها مسؤولية الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي شرق البلاد بعد قصفها المولدات في المناطق التي انسحبت منها واكد زالينسكي ان القوات الروسيه هاجمت البنيه التحتيه الحيويه في اوكرانيا من دون وجود اي منشآت عسكريه وفي حين ابدى مستشار الرئيس الاوكراني الاستعداد للتفاوض مع روسيا لكن بعد ان توقف الحرب وتسحب قواتها لفتت السفيره الامريكيه في اوكرانيا الى ان استهداف البنيه التحتيه المدنيه هو رد موسكو على تحرير كييف مناطق شرق البلاد وفي تطور لافت فتح الرئيس الشيشاني النار على أداء قادة روسيا للحرب في أوكرانيا وقال إنه أمر مخزن عدم نقل حقيقة الوضع الميداني في أوكرانيا وقال أيضا سأضطر للاتصال مع بوتين إذا لم يتم تدارك أخطاء الجيش الروسي مضيفا أن الرئيس الروسي قد لا يكون على علم بوضع قواته في الميدان وأن الكرملين قد يواجه تداعيات كبيرة لفقدانه أراضي أوكرانية على الخط الروسي، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف أن جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ستتحقق تزامنا رأى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ضرورة وقف فوري للعمليات الروسية في اوكرانيا، وطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين سحب القوات والاسلحة الثقيلة من محيط محطة زابوريجيا النووية لأن تواجدها يشكل الخطر الأكبر. إلى ذلك أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي. أعلنت النيابة العامة في السعودية مصادرة ما يقارب مليار دولار والسجن لمدة 25 عاما لتنظيم عصابي متهم بغسيل الأموال، وأوضح تلفزيون الإخبارية الرسمي السعودي أن التنظيم العصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية أخرى. ماذا الآن في أخبار الرياضة مع رومنت النص؟ بداية أخبارنا الرياضية بنهائي كرة اليد الشاطئية بمجمع الهوليدي بيتش بنهر الكلب أحرزوا الأبطال الثلاثة كل من بطل لبنان شفيق صليبة وأسعد يزبك وناتان كيش لقى بالبطولة بحضور جمهور كتير كبير ومشجعين للعبة وأصدقاء اللاعبين أما بالجولة الثانية من بطولة لبنان لكرة القدم تعادل النجمة والعهد واحد واحد على ملعب فؤاد شاب بجونية وفاز الأنصار على السلام صغرتا بنتيجة 3-0 أما بالدوري الإسباني لكرة القدم حقق فريق أتلتيك بلباو الفوز على نظيره ألتشي بنتيجة 4-1 كما وفاز فريق ريال مدريد على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 4-1 أما ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم حقق بولونيا أول فوز له هذا الموسم على حساب فيرنتينا بنتيجة 2-1 كما وفاز يودينيز أمام ساسولو بنتيجة 3-1 ومننتقل للدوري الفرنسي بكرة القدم ليغ 1 تعادل ستراسبورغ مع فريق لورمان فوت بنتيجة 0-0 سفر سفر. إلى ذلك وببطولة أمم أوروبا لكرة السلة حق المنتخب البولندي على المنتخب الأوكراني الفوز بفرق 8 نقاط بنتيجة 94-86 إلى نشرة الأحوال الجوية الجو اليوم مشمس اجمالا مع حراره 30 اقصاها الريح جنوبيه غربيه بسرعه بتتراوح من 15 ل 25 كيلومتر بالساعه ونسبه الرطوبه 65% بالمئة. بكره الجو كمان مشمس والحراره بتتراوح بين 26 و 30 درجه الاربعاء بيتحول الجو لغائم جزئيا والحراره بتتراوح بين 26 و 30 درجه ايضا نوصل للخميس مع جو مشمس والحراره بترتفع شوي بين 23 و 28 درجة. الجمعة رح نشهد ارتفاع بسيط أيضا بدرجات الحرارة على 29 أقصاها و 26 درجة أدناها. النشرة انتهت تابعونا عبر موقعنا إي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100 .5 وعلى الابليكيشن شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء you